فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب، إلى الكلام على موقف الأشاعرة من أهل السنة والجماعة. موقف الأشاعرة من أهل السنة والجماعة. الأشاعرة طائفة من طائفة البدع والضلال. موقف الأشاعرة من أهل السنة والجماعة عداوتهم، يعادون جدا أهل السنة والجماعة. ينتقصون أهل السنة والجماعة كما قلنا في الأصول بأنهم يقولون نبتة حشوية ظاهرية، بل وصل بهم الحال إلى أنهم يقولون من أثبت الصفات الاختيارية فهو كافر. يعني من أثبت لله نزولا مجيئا هرولة فهو كافر، لأنهما في هذا الباب يرون أن هذا إيش؟ تجسيم تام، يرونه تجسيما تاما. فكل الصفات الاختيارية يجعلونها ومن جعلها على حقيقتها يقولون كافر، وهم يقولون أن المسألة على أمرين، على تأويل أو تجهيل. بما عن تجهيل يا عبد الرحمن؟ يعني تفويض. ممتاز ممتاز، على التفويض هم يرون بذلك. فحقيقة الأمر أنهم يكفرون من يصف الله جل وعلا بالأصابع والأنامل، ومن يصف الله جل وعلا بالعين واليد، مع أن متقدمي الأشاعرة يعني يثبتون الصفات الخبرية، البقلاني والبيهقي يصفون الله بالصفات الخبرية. هم أعدل منهم بكثير في هذا الباب، هم أقرب إلى السنة من هؤلاء. المتأخرون أبعد الناس عن السنة والجماعة، المتأخرون أبعد الناس عن السنة والجماعة. فلهم عداوة، عداوات عظيمة جدا لمنهج السلف، وأيضا ينتقصون منهم إما بالتلميح أو بالتلويح أو بالتصريح. وحقيقة الأمر أيضا هم حرب على أهل السنة والجماعة، لأنهم على مر العصور والدور كانت معهم السلطة والسلطان والوجاهة والمال والجاه، لذلك كانوا عذابا على أهل السنة والجماعة. أنا قلت بأنهم الأشاعرة كانوا عذابا على الحنابلة، أشاعرة يعني عذابات الحنابلة، وأئمة الحنابلة كانت بسبب الأشاعرة على أنهم يعني طفوا على السطح وتملكوا. نعم، قال لي صدق شيء. الأحناف أصلا أشاعرة ومطردية، خلي بالك. الحنابلة كانوا من أهل السنة، فكان الحرب ضروس بينهم. الأشاعرة كانوا عندهم أحقاد شديدة على الحنابلة، وعذابات الحنابلة كلها نزلت من الأشاعرة. أبو إسحاق الشيرازي كما قلت نطق بذلك وقال بأنهم كانوا عذابات على أهل السنة والجماعة. وهناك فتنة عظيمة حدثت في هذا الباب، هو طبعا تعرف التنافس بين الأشاعرة وبين المعتزلة، وكان المسألة في هذا الباب يعني كان النزول على أهل السنة كان شديدا. محمد منصور الكندري كان حنفيا لكنه كان معتزلا وكان رافضيا، وأبو سهل بن الموفق كان شافعيا أشعريا، فكانوا على الوزارة، فاستغل المعتزلي الحنفي محمد منصور استغل أمر السلطان يعني وأخذ ذريعة، لأنهم كانوا أصلا يكرهون الأشاعرة وفتحوا الباب لذم الأشاعرة. حتى من كان منهم من أهل السنة فتح الباب في ذلك على سب الأشاعرة، فأخذوا ذريعة سب الأشاعرة في هذا الباب وتوسعوا، فمنعوهم من الوعظ ومنعوهم من التدريس ومنعوهم من الكلام، ونزل عليهم ظلم. ومنهم البيهقي والجويني والقشيري، كل هؤلاء هجروا المكان وذهبوا إلى بلدان أخرى حتى متنفس، حتى يكون لهم المتنفس. حتى بعد ذلك على نظام الملك إلى الوزارة، وكان أشعريا، فمكن له، لكن كان عدلا، وكان معه أيضا عدولا، كان عدلا في هذا الباب، وشهرت المدرسة النظامية وأدخل فيها كل هؤلاء. نعم، لكن محمود اسمه
سبوكستين والله سبوكست تخليها بقى قطعها نصير معايا لا ايوه هو اسمه سبكتكين لازم تأتيها بالاسم او سبكتكين قطع تأتي ما بقى بتضم هذا لابد يضمن فيها وينظر فيها عشان احنا واخدينها انا لابد اعمل ما اسمه لا استريبت دي سهله سبكت او سبكتكين ايوه محمود سبكتكين ماشي خلاص يعني تيجي بقى بالراحه بالقط سبكتكين ماشي فكان كان مجاهدا وكان من اهل السنه كان ياخذ على السنه وينشر السنه وكان ايضا سمح بسب الاشاعره هو كان ما قصدش الاشاعره فقط هو سمح بلعن كل مبتدع استنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من احدث فيها حدث لعن الله من اوى فيها ايش محدثه نعم وحصل الامر بان المساله يعني صار اللعن فيها هو الاصل وافتتح المجال توسع جدا فالناس يعني هاجوا ونظروا في مساله شده اللعن فاستفتوا من فقهاء العراق الدامغاني الحنفي واستفتوا ايضا من الشافعيه استفتوا ابا اسحاق الشيرازي ابو اسحاق ماشي يعني سكت ما اراد الاجابه لكن عزموا عليه اشتدوا عليه فقال لا يجوز لعنه فقال لا يجوز لعنهم ولا انهم طائفه من المسلمين وايضا قال لهم يد حسنى في الذب ذب عن الاسلام فهنا نظره موازنه لكن ايضا تحتاج الى دقه نظر في هذا لكن نظره موازنه منصفه فهذا نظره موازنه منصفه في هذا الباب لكن الفتنه العظيمه هي فتنه القشيري اللي نزلت على شيخ الاسلام الهروي القشيري ايضا وهو يعني فتن جعل كان بيد الوزاره ايضا وكان يعني من الاشاعره المتعصبه فشتموا اهل السنه جدا وانزلوا العذاب بالحنابله وكان الامر شديد جدا ما جرى لشيخ الاسلام الهروي كان يعني كان الهروي شديد على الجهميه لذلك قلبوا الساده عليه وكان يكفر الجهميه المهم انهم حقيقه الامر لهم كما قلنا ثارات ولهم عادات شديده في او عداوات شديده لاهل السنه والجماعه فاذا تمكنوا منهم اطاحوا بالرؤوس ولذلك قلت لك الرجل تكلم بكلمه صريحه قال هذا وشتم عليه يقول يا أشاعرة أزفات الورى دول سامحني دول عايزين ضرب الجزم وأخيرا قال لابد من أن يحاكموا بيهددهم تهديد في هذا الباب أنت تعلم كما فعل الأسلافين يخصم ذلك شيخ الإسلام تميمي على المحاكمات التي تحدث له ويخصم ذلك أحمد حنبل لما حصل له ذلك ومعروف وهذا أيضا حال الرافضة أصلا ده حال الرافضة الرافضة فيهم السب واللعن والشتم والكيد والكذب على الأعراض للتشهير ومع ذلك التمكين من الرقاب يستحلون الدماء بيقول على النصيب اللي هو أهل السنة بيقول أنجس من الكلب بيقول أي شيء تأخذه منه هذه مش لقطة ده أنت بذلك المال حلال حل نبيله لك هذا المال حل نبيله لك نعم الله المستعان وهم أيضا يجهلون مذهب من علاماتهم وسماتهم يجهلون مذهب السلف يقولون أن مذهب السلف التفويض هو الأخ ده قال لي أنت بتفوض المعنى قلت له أنت أنا عارف أنك جاهل لكن بتخليك ما تبقاش عبيط يعني كون جاهل بس ما تبقاش عبيط فهم يقولون بأن مذهب السلف التفويض وينطلي ذلك على الأغرار يطلع الرجل صاحب الحديد وهو أيضا ما عندوش عمق علمي ولا شيء هو رجل مثقف وبيسمع شريطه بيتكلم فيه خلاص فبيتكلم يقول لك وإن الأشاعرة مفوضة التفويض ده مذهب السلف وده هو اللي تعالت أصوات الأشاعرة فيه وهم يقولون السلف مذهبه مذهب التفويض ويقصدون بالتفويض اللي هو ليش التجهيل هو ده اصلا تعطيل كل اهو الان تعطيل كل فيجعلونه تجهيلا يسمونه يقولون ومذهب السلف التفويض ولذلك هم اعتلوا ببعض ما نقل عن بعض العلماء كقول ابن عينها تفسيرها قراءته لا قراءته وتفسيرها كقول احمد حنبل امروها كما
كما جاءت، فيعتلون ببعض النقلات التي جاءت مجمله وتحمل على. ولذلك انا الولد اللي اسمه علي اتكلم معي فقال لابن بطه يقول بتفويض المعنى، فقلت له ابني انت بتحمل كلامه المجمل، احمله على كلامه الايش المفصل في هذا الباب. ابن بطه انظر في كتاب الابانه وهو راح جاي يثبت لك ال 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 الصفات ويبين لك كيف محاربه اهل الكلام، وتقول ابن بطه بيقول ذلك. فقلت له انت قليل الادب اسكت ما تتكلمش، لان هو اصلا المساله مش كده، المساله انهم يريدون ادخال الكلام على الناس، وده مذهب السلف وحقيقة الامر ده مذهب السلف، ده مذهب المتقدمين من الاشاعره. وايضا الرازي نفسه شتم في الاشاعره المتقدمين وجهلهم وقال هذا المذهب مذهب مكسور اللي هو التفويض، بيقول اضعف ما يكون اي دليل من النص من السني يكسره، لكن انت بتروغ معهم روغان الثعالب عندما تتكلم على التأويل. نعم. فهم يدعون ان مذهب السلف هو التفويض والجهل بمعنى، وحقيقه الامر التفويض تفويضان، تفويض بالكيف وتفويض في المعنى، تفويض بالكيف وتفويض في المعنى، واهل السنه والجماعه تفويض كيف، ليس تفويض المعنى. لو تفويض المعنى ما فائدة إنزال الكتاب وأحاديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم؟ فهذا حتى فهمهم عن السلف، يجهلون مذهب السلف ويقدحون فيهم يجهلونه، لأنه لم يتكلف واحد منهم أن يتعلمه أو يسمعه أو يراه أو يفهم عنه أو يعقل، هو يعادي فقط. والمعاداة معاد تقليدية أيضا، تقليد في المعاداة، تقليد في المعاداة. يبقى لنا الكلام على الأشعرة والأسماء والصفات. احنا قلنا بأنهم أثبتوا الصفات، وهذا نتكلم عنه إن شاء الله، كيف أثبت الصفات السبع وما الحق من صفات أخرى لها، والتقسيم التقسيمات الأربعة عند بعض الأشعرة. هم مختلفون أيضا في تقسيمات الصفات، هم مختلفون فيها أيضا، لكن تعال على الأسماء، يوافقون أهل السنة تارة ويخالفونهم تارات، يوافقون أهل السنة والجماعة تارة ويخالفونهم تارات. المبحث الأول، المسألة التي وافقت الأشعرة الماتريدية في أهل السنة والجماعة هي أنهم يثبتون أسماء الله جل في علاه، طبعا خلافا لمن؟ للجهمية. المعتزلة يثبتون أسماء، المعتزلة يثبتون أسماء بدون صفات، والجهمية لا يثبتون لا اسما ولا صفة، لا يقول لا قدير ولا قدرة. أما أهل الأشعرة يثبتون أسماء الله جل في علاه كما يثبت أهل السنة والجماعة. ويعتقدون انها حسنى، وحقيقه الامر لو تتبعت كلامهم لا يطبقون ذلك ويقولون بحسنى ولا شيء، بل هم يرون انها جامده، سترى ان شاء الله ما ياتي، لكن لا منهم ومنهم سنبينه ان شاء الله، لكن هم حقيقه الامر يعني سترى اعوجاج منهج هؤلاء في مساله الاسم والمسمى. وهي مساله صراحه مستحدثه، مساله الاسم والمسمى، وفي اساس اقوال عند اهل السنه والجماعه توقف فيها الطبري ولا نعم ما فعل، لكن التفصيل لزام علينا ان نبينهم. لكن هم شوف لما وافقوا بانهم لله الاسماء الحسنى، ولذلك ترى ان كبير منهم ممكن يشرح لك الاسماء الحسنى ويتكلم عن الغزالي نفسه، تكلم عن الاسماء الحسنى، فحق انهم يثبتون الاسماء ويقولون حسنى، لكنهم يظهرون لفظا ان الاسماء غير مخلوقه ولا منفصله عن الله جل في علاه. قالوا ذلك موافقه اهل السنه والجماعه عند التتبع، وحقيقة عند التحقيق هم يعتقدون بأنها مخلوقة. قالوا التسمية مخلوقة تصريحا، قالوا التسمية مخلوقة، وهذه سيأتي كما أبين في هذه المسألة الاسم والمسمى، لأنهم يرون أن الاسم غير المسمى، يرون الاسم غير المسمى، فده لازم ذلك لازم هو تصريحا قالوا التسمية مخلوقة، تصريحا قالوا التسمية مخلوقة. نعم. من المسائل ايضا في الاسماء الحسنى وصفات العلى انهم يقولون انها تدل على معاني اعلام على اوصاف، فهي ليست اعلاما محضه كما قال المعتزل. المعتزل طبعا متوسطين، المعتزل قالوا اعلام لكنها ما قالوا اعلام، ما فيها معاني، لانهم يقولون كريم بلا كرم، سمع بلا سمع، على الاقل اثبتوا اسماء دون الجهميه التي قد نفت الاسماء والصفات. فهم يردون عليهم يقول لا، هي تدل على المعاني، يعني هي اعلام وايش؟ واوصاف.
قال الرازي في شرح الأسماء: أسماء الله دل على صفاته. والحقيقة أن هناك منهم من يرى بأنها أسماء ليست علام، ليست لها معاني، ليست لها معاني. وده قاله الجويني، الجويني في الإرشاد، يعني قال بأسماء لا معاني لها، هي مجرد أعلام دون أن تدل على معاني وتحتوي على صفات. وأنت لك أن تفهم ذلك، لأننا لو قلنا اسم الله العلي، اسم الله الأعلى، لهم قالوا بالصفات يبقى محجوجون. لما؟ لابد يثبتوا الصفة، صفة العلو العلي وأيضا الأعلى صفات العلو، فهم ينفون العلو. مع ذلك أنهم لا حقيقة الأمر أنهم يقولون هي أعلام دون أن تكون أوصاف، أعلام دون أن تكون أوصاف. وأهل السنة والجماعة عندهم أنها أعلام وأوصف، أنها أعلام وأوصف. أيضا من المسائل في هذا الباب هي أن أسماء الله جل في علا متغيرة في معناها، متغيرة خلاف المعتزلة، وهذا هم يقولون به، هم يتفقون مع السنة بذلك. المعتزلة يقول لو قلنا أنها متغيرة متغيرة يبقى تعدد الإيش القدماء، تعدد القدماء. طبعا هذا حتى بعقولهم الخريبة ما استطاعوا أن يفهموا ذلك. يعني قلت محمد الكريم الرقيق الأليف الطويل، هذه يبقى في صعود محمد في هذا الباب؟ حتى عقلا واقعا يعني، وهم يقدمون العقل على النقل، ولا عقل لهم، ولكن من خزله الله جل في علا لن تجد له هداية. المسألة الخامسة، ودي مسألة كنت أنا بتجنب أتكلم فيها لكن ماذا أفعل، يقولون بأنها مشتقة من صفات وليست جامدة كما يقول ابن حزم إلا في بعض الأسماء. فهم يقولون أيضا منهم من يقول بالاشتقاق، هم يقولون مشتقة، ده قول أهل السنة والجماعة، مشتقة دي قول أهل السنة والجماعة، لأن أسماء الله جل في علا مشتقات لا يمكن أن تكون جامدة حال الأحوال، لكن أيضا يقولون بالاشتقاق، أو منهم من يقول بالاشتقاق، وهنقول بأنها توقيفية، ما في شيء اشتقاق. وهم أصلا لا يقولون بالتوقيفية، هم يسمون نبغي الأسماء، ويقولون بالصانع والقديم ويسمونه غير أسماء، فهم لا يقولون بالتوقيف أيضا. ويوافقون أهل السنة الجماعة بأن أسماء الله جل وعلا غير منحصرة 99 اسم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم ولك، سميت بنفسك أو علمت أحد من خلقك أو أنزلت أحد كتبك أو استأصلت به في علم الغيب عندك. ويعتقدون بأسماء الله تتفاضل، ولذلك أنت ها بتتوسل لله باسم من صفة لصفة: أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. أنا أسف، إحنا قلنا بأنهم أيضا قال بأنها يعني البعض منهم قال بأنها توقيفية من الأشعار والماتريدية. نعم، الإلحاد في الأسماء والصفات. من هذا الإلحاد، من صور الإلحاد عندهم في الأسماء والصفات، نعم جدا توقيفية بعضهم، نعم أثبت أنها توقيفية. وإحنا قلنا لا، طب هم أصلا منهم من خرج وسماه القديم والصانع، مفهوم، لكن منهم من وافق أهل السنة والجماعة وقال بأن الأسماء توقيفية. من صور الإلحاد في هذا الباب إنكار المعاني، وتسميتها بغير ما أتى الشرع به، وأيضا يقولون بأنها جامدة غير مشتقة. وبعضهم يقول بأنها مخلوقة، بعضهم يقول بأنها مخلوقة. وإنكار الأسباب في مسألة الشرك في الألوهية. وأيضا قد خالفوا أنهم سموا الله بغير ما سمى به نفسه، فهنا منهم من خالف هنا مسألة الأسماء التوقيفية، وقالوا العلة الفاعلة ده كلام الفلاسفة،
وواجب الوجود. وأيضا من المخالفة كون أسماء الله جل في علاه أعلام محضة لا تدل على الصفات، كثير منهم قال بذلك. فهم وافقوا المعتزلة في هذا الباب، وده الطائفة اللي جرها الرازي، يعني هذه الطائفة التي جرها الرازي إلى ذلك، إلى المعتزلة جرها. يقول الجويني في الإرشاد: جميع أسماء الله تنقسم إلى ما يدل على الذات أو يدل على الصفات القديمة، أو ما يدل على فعل وما يدل على النفي. من ذلك أنهم قالوا بوجود أسماء جامدة غير مشتقة، فادعى بعض الأشاعرة والماتريدية أن أسماء الله جامدة، وأنه يوجد أسماء لله غير مشتقة، وهذا في حقيقة أمر اسمه إيش؟ نتيجته إيه؟ تعطيل الأسماء، مش تعطيل أسماء فقط، في شيء ثاني. ما هو تعطيل أسماء معناها نفي الحسنى، مش قالوا الله الأسماء الحسنى، فدي النتيجة هنا هو إنه إيه؟ إن الأسماء ليست حسنى، جامد يبقى ليس بحسن. الكلام هنا في هذا الباب مسألة الاسم والمسمى. قالوا الاسم والمسمى وعينه وذاته، وهذه المسألة من بدع المتكلمين. قال أبو جعفر الطبري في ذلك في صريح السنة، قال: وهذه من البدع التي ابتدعها المبتدعة، وحماقة من حماقاتهم. فصل ابن تيمية الكلام فيها وخلصت المسألة في هذا الباب أن فيها ثلاث أقوال: هل الاسم هو المسمى أم لا؟ أولا توقف الطبري في هذا الباب، توقف فيه، ما تكلم، هذه مبتدعة وما تكلم فيه، سلم. وفيها أقوال ثلاثة: القول الأول الاسم غير المسمى، وهذا القول قاله الجميع المعتزل، لذلك يقولون بالتعدد ويقولون بأنه يعني قالوا الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى، نعم. لذلك الجميع عطلت، لأنه قال احنا نعدد الآلهة بها. وأيضا الثانية التي أثبت الاسم، قالوا هيكون في صفة، لو أثبتنا الاسم وقلنا أعلام يبقى تضمن صفات، صفات متغيرة متباينة في المعنى، إذن تعدد الإيش؟ القدماء، تعدد القدماء. فأسماء الله غير الله، وكل ما سوى الله مخلوق، يبقى أسماء الله إيه؟ مخلوق. وهذا قول الجهمية وقول المعتزلة. الأشاعرة قالوا الاسم هو المسمى ذاته وعينه، وبعض أهل السنة والجماعة وافق الأشاعرة في ذلك كالبغوي ولا الكائي. وحقيقة المسألة لو قلنا على التيسير يعني في هذا الباب كما سنبينها، بأن الاسم قد يكون الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى. تيسيرا أبينها للإخوة: إن قلت الله أو قلت الكريم أو قلت الرحيم أو قلت العليم، هذه الحروف تقول اسم عربي مكون من الحروف العربية، يبقى قطعا الاسم غير مسمى. وإذا قلت يا الله يا رزاق ارزقني، هتقول الاسم هو ايش؟ المسمى. انت قصدت الذات والعين والآن. وده توسط أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، توسط أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. والأشعرة قد أخطأوا في ذلك وقالوا بأنه عينه وذاته كليته، لم يقولوا بهذا التفصيل. يبقى لنا القواعد التي ارتكزت أو ركز عليها الأشاعرة في مسألة الصفات والتعامل مع الصفات، لا سيما الاختيارية والخبرية، فأنهم يعني نصبوا صنم التأويل، نصبوا صنم التأويل، وده منهج وده منهج المحارب للآثار. منهج التأويل هذا منهج تعطيل بكل الروغان كما يقولون، هذا المنهج المؤسس لهدم الحقائق، لهدم الديانة.
مسألة التأويل، لأنه في التأويل روغان. وأنا قلت لكم أنهم كانوا يقولون بأن مذهب المتقدمين والأشاعرة ضعيف لأنه يكسر مع أول دليل، أما مذهب المتأخرين يقولون كلما أوقفنا في المكان تحاورنا عليه بإيش؟ بالتأويل. بالتأويل، والأصل في التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة حاكمة، لقرينة حاكمة. وطبعا ابتدعوا في ذلك الكلام على المجاز وتمسكوا بالمجاز جدا في هذا البلد. تمسكوا بمسألة المجاز لما للهروب من الصفات، للهروب من الصفات. وتعلمون أن المجاز لا يؤخذ به إلا بشروط ثلاثة، وش هي؟ اللغة العربية، ولا خذ ألقنك يا صاحب اللغة العربية. أولا ها، القرينة المانعة من الحمل على الحقيقة، يعني استحالة حمل على الحقيقة، دي واحدة. الأمر الثاني احنا قلنا القرينة المانعة واستحالة حمل المعنى على الحقيقة. طيب الأمر الثاني لابد يكون في علاقة، علاقة بقى السببية الجزئية الكلية، الكلية الجزئية، صح كده؟ فعلاقة العلاقة حتى، لكن الاستعارة ما تكونش علاقة، صحيح كده؟ معناه قالوا ضرب من المجاز، قالوا ضرب من المجاز، ليست علاقة، ليست من علاقة، ليست علاقة، ليست علاقة. فلذلك قالوا بالمجاز للهروب. نعم شيخ. طبعا الشرط الثالث احتمال لغة، احتمال اللغة دي من الأهمية بمكان، وإلا لو أتى بالمعنى المعنى الذي أتى به لم تحتمله اللغة يكون بذلك جحد بالآيات، كذب القرآن في هذا الباب. هذا أصل منهج أرقام، وسيأتي إن شاء الله في الكلام على الصفات السبعة كيف يثبتونها كأهل السنة والجماعة. نريد جدول في الاتفاق بين أهل السنة والجماعة والأشعرية وأوجب الخلاف بين أهل السنة والجماعة. يا ابني هي أضحية، بيقول لك اعملوا لنا جدول، الاخوه دي مش عايزين يتعلموا. لا حقا انا متضايق من هذا الباب، لذلك اخوه مش فاهمه حتى تتعلم ولا بتفهم تتعلم. انت معنى ان انت اصلا عايز الامر بهذه السهوله، فاهم، وتصل بيه هيضيع سريعا. لما تجلس أنت تفتتح كتابا تشرحه مثلا بست محاضرات سبع محاضرات ثمان محاضرات في ذلك، وتبين المدخل إليه وكيفية الأسس والقاعدة التي هتبني عليها الشرح، يمل الطالب، قد يمل الطالب وقد يقول إيه ده، هو إحنا فين؟ طب هو إيه اللي بيتقى؟ ما هو عشان أنت جاهل وغبي، ما أنت عندك فاهم العلم ولا ليك سبل العلم تفهمها، عمرك ما هتفهم. أو حاقد حاسد مش هتعرف أيضا تقيم. فالحاصل أنه الإخوة الحزن منهم بأنهم ما عندهمش قيمة العلم وهمة العلم، مش موجودة قوة العلم، مش موجودة. ها أنت من أحب الناس إلينا أصلاح، ربنا يجعلنا وإياك من الصادقين المخلصين. يقول هل يجوز الوضوء مكان سور السباع كالأسد مثلا؟ قال هذا لا 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 يعني لا تخبرنا. وبعدين اصلا في روايه قال نرد السباع وترد علينا. تفضل سام. خلاص اذا ايهاب معاك الاسبوع القادم ان شاء الله. سلام. تفضل. نعم شيخ. الحديث الروايه نرد السباع والسباع يردون علينا. كما قال عمر بن الخطاب قال له لا تجيبه فالردود منه ما فيه شيء. تفضل. الحنابلة وجدد الأشاعرة. والله الحنابلة جدد، الذين جدد في عصرنا هو دول ولا حنابلة ولا حلاكلة، دول ما لهمش أصلا في حاجة، واحد تخميسة والتاني مبخراتي، فدول أصلا ما لهمش أصلا في العلم، هم ليس لهم في العلم أصلا. أصل هو الأشاعرة مع الحنابلة أصلا ما يجتمعوش، فهم اجتمعوا يعني. خلاص يبقى المصيبه السوداء اجتمعت، خلاص بقى تكملت المصائب السوداء. هي في خراب، هو ما الخراب حاصل هنا، طلع المغفل المبخرات يقول لك قبوري وافتخ، هو قبوري وافتخ، يعني بدل ما صاحب البدعه يستحي من البدعه وينزوي
صار ايش؟ صار يتبجح، صارت البجاحة. لما؟ لنوم أهل السنة والجماعة، لسيوف أهل السنة والجماعة كانت في غمدها. لا لا خلاص خلاص بقى، بسيب التفرق السيوف بس خلاص، ده في سيف بقى طالع إن شاء الله، ده اسمه سيف النار، كلهم عايزين تطير رقابهم، أغبياء وجهلة وكمان مبتدعة، وعايزين أصلا تتربعوا على عرش المقدمة، ده أصلا ستكونون مع عرش الشيطان إلا أن يهديكم الرحمن، ونحن نتمنى أن الرحمن يهديكم، يعني هناخد بأيديكم الهداية، ما فيش هداية سنقطع لكم الأيدي والأرجل، هو هذا ما ملاش حد في ذلك. يقول ما اللي ترتب على نفيهم المعاني للأسماء ولماذا نفوها وكيف نرد عليه؟ معلش عشان أخي خالي فرحت أمه بيه قبوله في الأبتخ. قول. يقول ما المترتب على نفيهم المعاني، ما المترتب بقى، ما المترتب على نفيهم المعاني للأسماء ولماذا نفوها وكيف نرد؟ الآن هم في نفي الأسماء نفوا الصفات، والصفات هلا تعباهم في إثبات الصفات، لا يستطيعون إثبات الصفات، لأنهم يقولون لو أثبتنا الصفة فإننا بذلك نجسم، وشبهنا الخالق بالمخلوق، فنفي الأسماء والصفات عندهم الأصل الأصيل فيه هو هذا، أنه يريد أن يفر من التجسيم بهذا التأويل، يكون مأمن له، لأنه يرى أن الإثبات كفر بالنسبة له، إثبات الاسم أو إثبات الصفة كفر بالنسبة له. لما؟ لأن الإثبات فيه تجسيم، والتجسيم كفر، فلذلك نفوه. طبعا نفوها إما نفوها بالتأويل أو بالتفويض كما قلنا قبل ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك إخلاصا لله جل في علاه. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعل له اجرا خالصا ولا تجعل احد فيها شيء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.